كل سنة وكل المصريين طيبين وبخير. النهاردة طبعا ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة تصحيح المسار اللي كان بطلها الأول الشعب المصري، قواته المسلحة، وبدأنا بعديها طبعا مرحلة الإصلاح والتطوير في كل المجالات. يمكن يهمنا طبعا هنا المجالات أو المجال تحديدا الرياضي، وحصول مصر على أكثر من 150 بطولة رياضية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، كلها بطولات قارية ودولية، وتنظيم مصر كمان لأحداث كبيرة جدا واستضافتها لعدد كبير من البطولات، مع بناء وتطوير عدد كبير من المنشآت الرياضية اللي بقت فخر لكل المصريين. كل 30 يونيو وانتوا طيبين، ان شاء الله اللي جاي يكون افضل على بلدنا الحبيب.